لجان مقاومة الخرطوم تطلق تظاهرات تصفها بالمليونية إلى القصر الرئاسي، والسلطات تواصل إغلاق طرق القيادة العامة للجيش. حال البلاد والعباد يوحد غضب الليبيين شرقاً وغرباً. مع تواتر التهديدات التركية بعملية كبيرة، أكراد سوريا يكشفون عن محادثات مع النظام السوري بوساطة روسية. وتركيا تحرم أكثر من 1000 حي على اللاجئين السوريين في تضييق يدفعهم إلى عودة طوعية. وزير الداخلية التونسي يحذر من تزايد التهديدات الإرهابية مع اقتراب الاستفتاء على الدستور. تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث التي نبدأها من السودان، حيث أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم تسيير تظاهرات جديدة ظهر اليوم نحو القصر الرئاسي. وقد حددت التنسيقيات مشفى الجودة كنقطة تجمع للتظاهرات التي أطلقت عليها مليونية 2 يوليو. من جانبها واصلت السلطات السودانية إغلاق 3 جسور وعدد من الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش في الخرطوم. إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية تسجيل أكثر من 600 إصابة خلال التظاهرات التي شهدتها عدد من المدن السودانية في 30 يونيو. وأوضحت اللجنة أن الإصابات في صفوف المتظاهرين وقعت نتيجة إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والدعس بسيارات تابعة للقوات الأمنية وغيرها. من ناحيتها، قالت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إن تظاهرات 30 يونيو شكلت تحولاً نوعياً في توازن القوى لمصلحة قوى الثورة بحسب تعبيرها. كما أشارت في بيان لها أنها ستخاطب لجان المقاومة والقوى السياسية والمهنية المناهضة لما وصفته بالانقلاب، وأنها ستطرح رؤيتها في بناء جبهة مدنية موحدة على أساس تنسيقي بين كل قوى الثورة. ودعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي القوى السودانية إلى تكوين مركز تنسيقي ميداني وإعلامي موحد ليتولى مهمة التحضير لتصعيد العمل الجماهيري والإعداد للعصيان المدني الشامل بعد عيد الأضحى. ومن الخرطوم ينضم إلينا من جديد مراسل الحدث نزار البقداوي. نزار، أهلا بك معنا مجددا. ضعنا في صورة ما يجري من استعدادات لانطلاق التظاهرات، أو إن كانت قد انطلقت الآن. نعم، نحن تجاوزنا الزمن المضروب من قبل تنسيقيات لجان المقاومة هنا في العاصمة السودانية الخرطوم، تجاوزنا الزمن بساعة. هم حددوا 1 ظهرا أن تنطلق هذه التظاهرات من منطقة اعتصام الجودة جنوبي الخرطوم في منطقة الديم، لتتجه مباشرة إلى منطقة شارع القصر. لكن كما تتابعون الآن في الصورة،
هذا هو المسار الذي كان من المفترض أن تنطلق فيه تظاهرات، حتى اللحظة لم تتحرك حسب المعلومات التي وصلتنا من منطقة الاعتصام إلى شارع القصر. علمنا أيضا بأن هنالك مشاورات ومداولات بين التنسيقيات، هنالك من يرى ضرورة أن يتم الاستجابة للموعد المضروب بأن يتم التحرك إلى شارع القصر، وهنالك من يرى بأن التحرك من منطقة الاعتصام هذا يعطي فرصة للقوات الأمنية لأن تنقض وبالتالي ينفض الاعتصام. على العموم نحن الآن في انتظار، هل ستتجه المواكب من منطقة الاعتصام إلى شارع القصر أم سيتم الإبقاء على هذا الاعتصام الذي ضرب قبل يومين في منطقة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم؟ لكن من ناحية أخرى القوات الأمنية ما زالت على أهبة الاستعداد، انتشار كثيف جدا للقوات الأمنية وسط العاصمة السودانية الخرطوم، كما تتابعون حركة السير بسيطة جدا مقارنة مع بقية الأيام، ذلك لإغلاق السلطات لأكثر من 7 جسور وإغلاق وسط الخرطوم وإغلاق المحال التجارية التي كانت تنشط فيها حركة المواطنين خلال هذه الساعات من كل يوم. نزار، المشافي المتواجدة في المناطق المحيطة هل هي مستعدة اليوم لا سامح الله لاستقبال أيضا أعداد كبيرة من المصابين سواء بالرصاص الحي طبعا لا سامح الله واستخدامتها قوات الشرطة مجددا أو حالات اختناق نتيجة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، خاصة وأنها كانت مكتظة بالعديد من المصابين خلال اليومين الماضيين؟ لم يستمع إلى السؤال جيدا. طيب نزار، كنت قد سألتك عن استعدادات المشافي المتواجدة في المناطق المحيطة، هل هي مستعدة في حال استخدمت قوات الأمن مرة أخرى العنف مع المتظاهرين، كون أن المستشفيات خلال اليومين الماضيين كانت مكتظة بالمصابين والمختنقين؟ نعم، حسب الخطة التي وضعت من قبل لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم والترتيبات العسكرية والقوات الأمنية منذ فجر 30 يونيو، والقوات الأمنية في حالة استعداد، في حالة انتشار، في حالة توازي مع كل ما يجري على أرض الواقع من تظاهرات. القوات الأمنية منتشرة منذ يومين، لم تبارح مكانها. الطوق الأمني الذي ضرب على شارع القيادة على الجسور ما زال في مكانه، هم يتوقعون في أي لحظة أن تكون هنالك تظاهرات بشكل جيد. بالتالي عليه قد سألتك عن نتوقع أن تستمر هذه الاستعدادات الأمنية. نعم، كنت قد سألتك عن الاستعدادات الطبية تحديدا في المشافي الميدانية، لكن يبدو أن هناك مشكلة في وصول الصوت. على العموم وقتنا انتهى، وشكرا جزيلا على كل المعلومات التي أطلعتنا عليها من الخرطوم، مراسل الحدث نزار البقداوي. قتلت الناس يا خلي. جيبوا يا محمد، جيبوا الجيش، الجيش الجيش كله معي. امسك البيت، البيت امسكها، البيت ما تفكي، ما تفكي، ما تفكي، ما تفكي يا بيت، ما تفكي، ما تفكي، انزل، ما تفكي. ارفع ارفع، ما ارفع، ما دفع بيتي، هذا تفتح وزن تليفون. ارفع ارفع، زد وزن. وصل رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس والقائمة بالأعمال الأمريكية إلى مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. وأوضحت وكالة الأنباء السودانية أن الزيارة التي تستغرق يوما واحدا تأتي بشأن بناء السلام وأمكانية تقديم المساعدات لضحايا الحرب، مضيفة أن فولكر سيلتقي قيادات حكومة ولاية غرب دارفور والإدارة الأهلية وضحايا العنف، بالإضافة إلى زيارة معسكر كريندق للنازحين.
إلى ليبيا، حيث توسعت رقعة الاحتجاجات في أغلب المدن لتشمل كل الساحل الليبي من طبرق أقصى الشرق وحتى مدينة زلطن الحدودية مع تونس، بالإضافة إلى عدد من مدن الوسط والجنوب. ونظمت العديد من المدن أبرزها الزاوية ومصراتة وزليتن مظاهرات ليلية داخل الشوارع، فيما تم حرق المجلس البلدي بمصراتة والمجلس البلدي بمدينة القرابولي. وفي العاصمة طرابلس أغلقت أغلب الطرق الرئيسية للأحياء الشعبية، أغلقت بإشعال النيران وإطارات السيارات احتجاجا على الوضع المعيشي المتدهور، فيما أغلق شباب تاجورا الطريق الشرقي للعاصمة بالخرسانة المسلحة احتجاجا على الوضع، وطالبوا برحيل جميع الأجسام السياسية. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دعا نشطاء منظمون بل منضوون فيما بات يعرف بتيار بالترس إلى عصيان مدني، كما شدد التيار الذي يضم مجموعة من الشباب على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، إضافة إلى المطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، إضافة إلى حل جميع الأجسام السياسية وتفويض مجلس القضاء أو الرئاسي باستلام زمام الأمور وإعلان حالة الطوارئ. كما طالب التيار بمحاسبة عبد الحميد للدبيبة ومصادرة أملاكه وأملاك عائلته. أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الحدث عشرات المحتجين الليبيين وهم يضرمون النيران أمام مجلس النواب في مدينة طبرق قبل اقتحامه وإضرام النيران بداخله. وينضم إلينا من العاصمة الليبية طرابلس مراسل الحدث منير الأشهب. منير، أهلا بك من جديد معنا. شكل الهدوء الحذر في العاصمة طرابلس وبقية المدن الليبية، وإن كانت صدرت أي تصريحات سياسية جديدة أو حتى من الجيش؟ أهلا بك. نعم، يستمر الهدوء الحذر داخل العاصمة، ما استثنينا منطقة تاجورا شرق العاصمة التي يستمر المتظاهرين فيها بإغلاق الشوارع بالخرسانة المسلحة وأيضا بإطارات السيارات المحروقة، في تصعيد منهم
لتلبية المطالب الشعبية التي خرج بها المتظاهرون يوم أمس واستمرت حتى اليوم، والتي تطالب بإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. أيضا كانت تطالب هذه المظاهرات بحل جميع الأجسام السياسية في ليبيا، حل المشكلات المعيشية. ليست هناك أي تصريحات يعني سياسية جديدة، باستثناء يعني ما كنا قد طرحناه خلال النشرات السابقة، أبرزها تصريح ستيفانيا ويليامز، وأيضا تصريح عبد رئيس الوزراء بالحكومة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة، الذي قال أنه يضم صوته إلى جميع المتظاهرين بحل جميع الأجسام السياسية والعسكرية. منير، أيضا نعم، المطالب الشعبية هل اختلفت بين مناطق الشرق عن الغرب؟ تكاد لا تختلف في جوهرها هذه المطالب، هي جميع المطالب يعني كانت شعبية، يعني جميع يتفق على هذه المطالب أو حتى المطالب الأساسية الواضحة. حتى كانت هناك بعض المدن يعني ممكن كانت تضيف بعض النقاط أو تحور في بعض النقاط، ولكن المطالب الأساسية الواضحة في إخراج المرتزقة وحل جميع الأجسام السياسية، تعديل سعر الخبز وضبط حجمه، حل مشكلة الكهرباء وتقديم المتورطين للعدالة، إنهاء مشاكل الكهرباء، وأيضا يعني المطلب التي كان بارزا وأيضا في طرابلس يعني بالتحديد، هو سحب حكومة عبد الحميد البيبة لمقترح رفع الدعم عن المحروقات ورفع سعر البنزين. هذا كان مطلب أساسي في العاصمة طرابلس من خلال الشباب الذين تظاهروا، وأيضا طالبوا يعني كانت التوافق يعني بين الشرق والغرب، وهو ما يميز مثل هذه المظاهرات إن اختلفت حدتها وأساليب التعبير عنها من منطقة لأخرى أو من مدينة لأخرى. نعم منير، بحسب المعلومات التي لديك، هل هناك احتمالية بأن يتكرر مشهد يوم أمس اليوم أيضا؟ بحسب المنظمين لحركة أو المجموعة التي قادت الحراك في ميدان الشهداء ومجموعة تريس، التي تصرح بأنها خلال 72 ساعة من الآن إن لم يتم استجابة لمطالبها سوف تستمر في خروج مظاهرات أخرى، وأيضا هناك بعض البوادر يعني في بعض المناطق عندما يستمر قطاع الكهرباء سوف يكون هناك خروج لبعض المناطق في العاصمة، خصوصا الأحياء الشعبية التي أغلقت يوم أمس مثل منطقة غوت شعال وحي إسلامي كرقارش، أيضا العديد من المناطق في سوق الجمعة بمنطقة 11 يونيو وعديد من المناطق الأخرى. من المنتظر أو من المتوقع أن تخرج هذه المجموعات مرة أخرى في حال استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما يدعو له النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالعصيان المدني أو الاستمرار في المظاهرات والاحتجاجات حتى تلبية مطالب هؤلاء المتظاهرين أو المحتجين على تردي الوضع وأيضا الانقسام السياسي ووجود مقاتلين أجانب ومرتزقة داخل الأراضي الليبية. ما لم يتم الاستجابة نحن يعني نتوقع أن تستمر مثل هذه الاحتجاجات بشكل أو بآخر بطريقة أو بأخرى، بذات الطريقة أو بشكل آخر هو ما ستكشف عنه الساعات القادمة، وأيضا أماكن تواجد هؤلاء هل سيستمرون في التجمع في مكان واحد أم بشكل متفرق كل من منطقته. نعم. أيضا سنكون معك خلال الساعات المقبلة إن استجد أي شيء من طرابلس حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك مراسل الحدث منير الأشهب على كل هذه المعلومات. المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز من ناحيتها حثت القيادة الليبية على التعامل بمسؤولية وضبط النفس تجاه اقتحام متظاهرين مقر البرلمان في طبرق شرق البلاد احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية. موقف ويليامز هذا جاء في تغريدة لها على تويتر مؤكدة أنه من الضروري جدا الحفاظ على الهدوء واحترام مقر مجلس النواب في طبرق، مضيفة أن أعمال الشغب غير مقبولة على الإطلاق، كما طالبت ويليامز احترام وحماية حق الشعب بالاحتجاج السلمي. ونبقى مع أبرز ردود الأفعال حول تظاهرات يوم أمس وما رافقها من أعمال. We'll be right back.
شرق ليبيا تشهد المدن والمناطق هدوءا حظيرا في شوارعها بعد خروج محتجين في مدن البيضة وبنغازي وطبرق والقبة وأجدابية في وقفات احتجاجية ضد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد. وطالب المتظاهرون أيضا برحيل الأجسام السياسية. وفي ذات السياق شهدت مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية خلال اليومين الماضيين استنفاراً أمنياً ملحوظاً لتأمين الساحات والميادين خوفاً من اختراق المظاهرات أو انحرافها عن مسارها الصحيح وفق تصريحات السلطات الأمنية، خاصة بعد حرق محتجين في طبرق لمقر مجلس النواب. ونقاشا لكل هذه التطورات من القاهرة ينضم إلينا محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي. سيد محمد مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا على شاشة الحدث. هل ترجيحاتكم تميل إلى أن ما حدث من حراك جماهيري يوم أمس هو عفوي بسبب استمرار الضغط على الشعب أم هو موجه من جهات سياسية؟ مساء الخير، تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي الحدث. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحرك فيها تيار بتريس، يعني سبق وأن تحرك في صيف 2020 لنفس الأسباب، وكان هناك احتجاجات عنيفة ضد تردي الأوضاع. هذا الذي يجري اليوم من انسداد سياسي وجمود دستوري وتردي في الأوضاع المعيشية ونقص في السيولة وقطاع الكهرباء لساعات طويلة، كل هذه عوامل ومقومات للانفجار، وهذا ما حدث. لا نستبعد التوظيف السياسي، دائما وارد في أي تظاهرات، ولكن هذا لا ينفي بأن الناس ملت وسئمت هذه الأوضاع وخرجت لتعبر عن ذلك بوضوح. قد يتلو هذه التظاهرات محاولات من بعض التيارات السياسية لتوظيفها لصالحها، ولكن في النهاية ما جرى هو تعبير عن صوت الشعب، عن معاناة المواطنين، عن ما يجري في البلد، ضغط على الأطراف السياسية لتتحرك باتجاه الحل بعيدا عن كل هذا التلكؤ والتباطؤ والتمترس في السلطة ومحاولات مد الفترة الانتقالية. يعني كل هذا أدى إلى المشهد الذي تابعناه على مدار الأمس، يعني هذا المشهد الماضية الذي تابعناه يوم أمس، ما حجم التخوفات لديكم من تبعات التصعيد أكثر من قبل الجماهير الشعبية الغاضبة وإمكانية استغلاله من جهات سياسية، كونكم استبعدتم، يعني نوعا ما استشفيت من كلام حضرتك أن يكون ما حدث يوم أمس هو موجه من قبل جهات سياسية؟ يعني هو سأبدأ من حيث انتهيت حضرتك. إن كان هناك تيار سياسي في ليبيا قادر على تحريك كل هذه المدن في طرابلس، مدن الساحل، الخمس، صرمان، جدابية، بنغازي، القبة، وفي الجنوب، إن كان هناك طرف قادر على ذلك، إذن يعني هنيئا له بأن يقود المشهد. ولذلك رأينا بأن الناس تحركت لأن الهم واحد، وهذا الضغط الذي يتعرض له المواطن أدى إلى هذه الوضعية، ولكن قد يتم توظيف هذه المظاهرات لاحقا. هناك قلق بالتأكيد، الشق الثاني من سؤال حضرتك، انفلات أمني وسلاح منتشر وحالة غضب واحتقان شديد، ولكن مدى التصعيد أو احتواء الموقف يعتمد على تعامل الأجسام السياسية والسلطات المعنية مع هذا الوضع. هل سيكون تعامل استفزازي؟ هل ستحاول بعض التشكيلات المسلحة اللجوء إلى خيار العنف؟ هل سيكون هناك، يعني دعيني أنظر إلى الجانب الإيجابي، هل سيكون هناك تحركات حثيثة وسريعة لإنجاز ما
طالب به المتظاهرون. نعم. يعني هناك عدة سيناريوهات والأمر طيب. كله يعتمد محمد. على طريقة التعاطي مع هذه المسألة. نعم. فضل. أيضا من السيناريوهات المطروحة بحسب بعض المراقبين توقعوا بأن يمكن أن يخرج محمد المنفي بتصريح يجمد فيه عمل المجلس الرئاسي تمهيدا لمرحلة ما بعده ويظهر بصورة المنقذ للبلاد. هل هذا السيناريو مطروح برأيكم من وجهة نظركم؟ هذا السيناريو مطروح ويتم العمل عليه منذ عدة أشهر، وهناك تحركات حتى على الصعيد الدولي من قبل المجلس الرئاسي لإقناع الأسرة الدولية بإمكانية أن يلعب المجلس الرئاسي دور لقيادة المرحلة إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ولكن حد علمي أن الشهر الماضي الاجتماع الذي تم على هامش اللقاءات الأمنية في أسبانيا لم يلقى هذا الطرح قبول لدى سفراء الدول الكبرى، وربما هناك تحفظات بأن هذه الخطوة قد تؤزم المشهد أكثر. وإذا عدنا إلى اتفاق جنيف وتحديدا المادة الثانية والنظر إلى اختصاصات المجلس الرئاسي الثمانية، سنجد بأنها يعني ليس من بينها القيام بهكذا خطوات. نحن لسنا في دولة دستورية وأمام رئيس منتخب كما هو الحال في تونس. يبدو أن هناك محاولة لاستنساخ السيناريو التونسي، ولكن في تونس كان هناك مؤسسة رئاسية والجيش والشرطة ممتثل لهذه القيادة ونفذ ما أمر به الرئيس وفقا لدستور الفصل 80 أو المادة 80 من الدستور التونسي. المشهد يختلف تماما. هل يمكن للمجلس الرئاسي أن يقدم على هذه الخطوة ويتحمل تداعياتها؟ لأننا نتحدث عن قوى وكتل سياسية منتشرة هنا وهناك، والأمر يحتاج إلى مؤسسة رئاسية ثابتة الأركان تمتثل لأمرها كل القوى المسلحة وتتحرك وفقا لتعليماتها وتستطيع السيطرة على البلد بالكامل. أما نحن في وضع منقسم وفي حالة من الاستقطاب، هل يمكن خروج جسم يلتف حوله الليبيون وتمتثل له كل هذه القوى؟ هذا هو السؤال الذي يفترض أن يجيب عليه المجلس الرئاسي إن أراد أن يلعب هذا الدور. نحن نخشى أن ندخل في أزمة أكبر، لأن المقاومة ستكون شرسة للغاية من الأطراف التي يحاول تجاوزها. سيد محمد، خلال نشراتنا في أيام مقبلة، كون أن وقت النقاش انتهى، شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات. من القاهرة محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شكرا جزيلا لكم. غدات الاحتجاجات التي عرفتها البلاد يوم أمس أظهرت مقاطع فيديو من العاصمة الليبية طرابلس، طوابير طويلة للسيارات أمام محطات التزود بالوقود، والتي تأثر عملها بأزمة ما حصل يوم أمس وأيضا بسبب الكهرباء، ووصلت الطوابير في بعض المحطات إلى 4 كيلومترات، كما بلغت مدة الانتظار نحو 3 ساعات. ونشرتنا مستمرة مشاهدين، وفيها بعد الفاصل: قصف إسرائيلي على طرطوس الساحلية السورية حيث مواقع لميليشيا حزب الله. حالياً وخاصة على الأرض في طرابلس، كيف يمكن أن يأخذ خطوة
للخلف وهو رئيس حكومة. لابد من البحث عن حل ومخرج لهذه الأزمة. قرار من يعطي الميليشيات هذه الأوامر؟ ولماذا هو متمسك بالسلطة حتى اللحظة؟ يعني مجلس النواب لم يخلط الأوراق. المشهد السياسي في ليبيا تحكمه سياسة التدخل الخارجي. الخوف الأكبر دكتور طارق وهو مسألة الانزلاق إلى صراع مسلح. 137 مادة متوافق عليها من قبل، الإشكالية الآن المواد الباقية. لا طرف شرعي يعترف بالآخر، كل يرى في نفسه بأنه الطرف الشرعي في الداخل الليبي. سنظل في هذا الخضم إلى أن تخرج علينا البعثة الأممية والسيدة ستيفاني. موازين القوى في ليبيا تغيرت وما زال تتغير. الفريق الثالث وهو إيجاد حكومة مصغرة جديدة تتجاوز الرجلين، هل هذا مطلوب؟ تغيب أفاق الحلول وتظهر قصص المعاناة، صرخات تعبر الحدود ووجع يشاهده العالم كل يوم بالصمت والصورة، وحتى لا تنسى قصصه نحن نوثقها بكل تفاصيلها. بكم من جديد مشاهدينا. من المقرر أن تستأنف ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت هذا الأسبوع المهمة التي كانت قد بدأتها الشهر الماضي بشأن تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية حول منصب رئيس الجمهورية. ففي الوقت الذي لم يطرأ أي تقدم على ملف تشكيل الحكومة في بغداد بسبب استمرار الخلافات بين قيادات الإطار التنسيقي، فإن الأحزاب الكردية لم تتفق هي الأخرى بشأن مرشح متفق عليه لرئاسة الجمهورية. وقال عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح حسن إن الأحزاب الكردية ستحاول حسم ملفات انتخابات برلمان إقليم كردستان وتثبيت موعدها ومناقشة قانون الانتخابات والمفوضية. هذا ويحاول الحزبان الكرديان الرئيسيان وهما الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية منذ إعلان نتائج الانتخابات الماضية، لكن كل محاولاتهما فشلت بسبب إصرار كل من الحزبين على مرشحه، إذ جدد الاتحاد الوطني ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية. في المقابل فإن الديمقراطي الكردستاني رشح كلا من القيادي البارز فيه وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، ولكن بعد استبعاده من قبل المحكمة الاتحادية العليا رشح الحزب وزير داخلية الإقليم ريبير أحمد للمنصب. نقاشا لذلك من أربيل ينضم إلينا أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا الدكتور سربست نبي. دكتور سربست مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا على شاشة الحدث. لماذا هذا التعويل على هذه الوساطة الأممية لتكون بداية لحل التوتر والخلافات بين الأحزاب الكردية؟ ما الذي ستقدمه الأمم المتحدة؟ فشلت الأحزاب في تقديمه وأيضا الحكومة المركزية في تقديمه لكردستان. مرحبا. تدخل الولايات المتحدة في الشأن العراقي هو ليس مجرد تدخل مؤسسة بمعنى حيادية، هي تمثل بالدرجة الأولى الثقل الأمريكي والأوروبي الذي يراد له أن يبدو على أنه مستقل في هذا السياق. الآن العراق منذ شهور عديدة بعد الانتخابات فشل في التوصل إلى التفاهمات بسبب التدخلات الخارجية غالبا. المحاولة الأخيرة هذه هو إصباغ نوع من الحياد، نوع من الموضوعية، لا سيما أن بلاسخارت كخبيرة وكممثلة مطلعة تماما على حيثيات وتناقضات الملفات العراقية بين الأطراف المتعددة، ولهذا السبب جاء هذا التدخل كي يمنح فرصة أممية
تحول إلى حد ما دون تدخل الإقليمي أيضا، بالرغم من أنني أستبعد إمكانية حدوث توافقات الآن في العراق بمعزل عن التدخل العراقي والتركي في اختيار المناصب على الأقل في تشكيل الحكومة. طيب، وإن كانت يعني هي مطلعة على الملفات السياسية العراقية وحيثياتها الآن، لكن كما يقال دكتور، أهل مكة أدرى بشعابها، يعني ما الذي ستقدمه هي لم يستطع أحد تقديمه من داخل العراق؟ نعم، هذا صحيح، أهل مكة أدرى بشعابها، هذا إذا كان أهل مكة هم فعلا أهل لمكة وهم فعلا قرارهم قرار ينتمي إلى فضاء المكي. نعم. إذا جاز التعبير. لكن المشكلة العراقية أن أهل العراق الآن في معظمهم أو القوى السياسية لديها تحالفات وامتدادات إقليمية لا تستطيع الخروج عليها. القرار العراقي هو قرار ببساطة قرار مصادر ليس على مستوى السيادي وعلى مستوى المؤسسات فقط، إنما على مستوى القوى السياسية. معظم القوى السياسية الآن في العراق لديها ارتهانات. نعم. ولديها ارتباطات إقليمية خارج الحدود. طيب. لا تستطيع أن تجد فكاكا عنها. نعم. دكتور، لكنك تتحدث بشكل عام عن المشهد العراقي، يعني نود أن نخصص أكثر الحديث على ما يجري في كردستان والتوتر بين الحزبين وانعكاسه على اختيار رئيس الجمهورية، اسم رئيس للجمهورية. هل باستطاعة الأمم المتحدة اليوم تسهيل هذه المهمة أو تقريب وجهات النظر لاختيار اسم واحد مرشح لرئاسة الجمهورية من الحزبين الكرديين؟ أعتقد في ظل تعنت الحزبين أو في ظل لنسميه تمسك الحزبين، نعم، بمرشحه الخاص والعمل بمعزل عن الخطاب الكردي كما عهدناه سابقا، معزل الخطاب المشترك والأجندة المشتركة، من الصعب أن تؤثر الأمم المتحدة في التقارب بين الطرفين. الانقسام الكردي قد بلغ حده الأقصى في كردستان العراق في هذه الآونة، ليس على مستوى الإداري فقط، إنما أيضا حتى على مستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي، تباين المواقف السياسية، الاستقطابات هنا وهناك. لهذا السبب أنا أستبعد إمكانية أن يكون هناك ما لم يلجأ الحزبان الرئيسان بالدرجة الأولى. بالطبع حزب الديمقراطي الكردستاني الآن ينطلق من موقع التفوق الانتخابي، التفوق السياسي، لديه تماسك داخلي ربما أقوى الآن في ظل غياب الشخصية الكاريزمية الإمام جلال. القيادة الجديدة للاتحاد الوطني عاجزة بوضوح عن فرض أجندتها على حزب الديمقراطي الكردستاني. دكتور سربست، لنتفائل ونفترض يعني استباقيا أنه تم التوصل إلى اسم يعني مرشح لرئاسة الجمهورية من قبل الحزبين الكرديين، في حال حسمت هذه الخلافات بين الأكراد، هل يمكن ذلك أن يذلل العقبات السياسية في المركز؟ بالطبع، لو أن هناك تفاهم بين الحزبين منذ بداية تكليف الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة، لما واجهت العملية السياسية في العراق هذه الصعوبات والعثرات التي مرت بها. نعم. المشكلة الآن هو في تمسك الطرفين. كان من الممكن أن يقدم الحزبان على كل باتجاه الآخر خطوات مرنة قادرة على تقبل وتفهم الآخر على أساس مصلحة شعب الإقليم، لكن يبدو لي الآن هذا الأمر مستبعد. مرشح الاتحاد الوطني أو المرشح الذي يتمسك به الاتحاد الوطني هو الدكتور برهم صاحب الرئيس السابق أو الحالي القائم بالأعمال. الاتحاد الوطني لحد الآن لا يبدو طرح بديلا مقبولا من الحزب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي يزعم أن من حقه الآن اختيار بصفته الحزب الأقوى ولديه الكتلة الانتخابية الأقوى. لكن الآن مع ذلك لم يفت الأوان. نعم دكتور. هناك إمكانية توصل أو تقارب بين الطرفين والاتفاق على مرشح واحد
بين الحزبين في ضوء تفاهمات الداخلية. وبالتالي حينئذ ستضطر، وهذه كانت معهودة معظم الكتل والأحزاب العراقية بعد الانتخابات، عادة كانت تترك الأمر لاتفاق الحزبين بالنسبة لمرشح منصب رئاسة الجمهورية. طيب شكرا، عذرني لكن وقتنا انتهى. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات والمشاركة من جامعة كويا. حدثنا الدكتور سربست النبي، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية لم تحددها باستمرار محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في وقت لاحق من الشهر الحالي، إذ توقع أن تستمر الاتصالات على الرغم من تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من عدم قدرتها على التحقق بشكل فعال من التزام النشاط النووي الإيراني بمعايير الاتفاق الأصلي. وحتى بعد تعثر جولة المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية، إلا أنه من المرجح أن يعود الطرفان إلى الدوحة بعد زيارة بايدن للمنطقة منتصف يوليو. وكانت محادثات الدوحة قد ركزت بشكل خاص على عقوبات النفط، بينما ما تزال المجالات الأخرى كوصول إيران إلى الأموال المحظورة في كوريا الجنوبية والعقوبات على شركات الطيران ورفع العقوبات عن العمليات التجارية للحرس الثوري ما تزال قيد النقاش، فيما رجح مصدر مطلع لم تكشف هويته الاتفاق على الطلب المتعلق بالحرس الثوري، أما باقي المطالب فقابلة للتحقيق على حد قوله. أفادت معلومات بسماع دوي عدة انفجارات متتالية في معسكر ملك الأشتر التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران، هذا فيما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الانفجارات التي وقعت في هذا المقر. مسلسل الانفجارات والحوادث الغامضة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لا تتوقف في الآونة الأخيرة. أحدثها سلسلة انفجارات متتالية هزت قاعدة ملك الأشتر التابعة للحرس الثوري في العاصمة طهران، طبعا ذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية. دوي الانفجار الأول سمع عند الساعة 9:15 من ليلة الجمعة في هذه القاعدة على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوب شرق طهران. رسميا لم تعلق أي جهة إيرانية عن تلك الانفجارات التي طالت القاعدة، لكن اللافت أن وكالات أنباء مقربة من الحرس الثوري نشرت أنباء عن حريق في مركز عسكري للجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل في ذات توقيت حادثة قاعدة ملك الأشتر. بالطبع لا يمكن أن نقرأ هذه الأحداث بمعزل عن سياق الاتهامات الأخيرة بين طهران وتل أبيب والتوتر المتصاعد بينهما علنا، إذ شهدت إيران سلسلة حوادث اغتيالات طالت قادة وعناصر في الحرس الثوري وأبرزهم العقيد صياد خدائي التي اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عنها. إسرائيل من ناحيتها كشفت عن إحباط مخططات إيرانية لاستهداف إسرائيليين على الأراضي التركية قبل نحو أسبوع. تلك التطورات أثارت عاصفة على أعلى المستويات داخل الحرس الثوري الإيراني بالحديث عن اختراق إسرائيلي كبير، لتتوالى الأنباء عن إقالات داخل الحرس الثوري بما في ذلك رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب. انطلقت مظاهرات جديدة اليوم في مدينة شوشتر الإيرانية الواقعة بإقليم خوزستان مع تزايد الاحتجاجات ضد سياسات نظام طهران والفساد المستشري فيه.
في أصفهان أيضا تظاهر الإيرانيون من متقاعدي الضمان الاجتماعي مطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية التي زاد من تدهورها النظام الإيراني بسياساته وفساده كما يقول المتظاهرون. وفي الأحواز كذلك تظاهر المئات من متقاعدي الضمان الاجتماعي مرددين شعارات مناهضة للنظام الحاكم. تجمع باشكوه بازنشستگان أهواز تأمين اجتماعي 11 تير 1401. زادت مديرية الهجرة التركية عدد الأحياء التي يمنع على اللاجئين السوريين السكن فيها مرجعة ذلك إلى تجاوز نسبة الأجانب فيها 20%. وأضافت الهجرة أن عدد الأحياء المغلقة أمام الأجانب لتثبيت عناوينهم فيها بلغ 1169 بعد أن أغلقت في وقت سابق، قد قامت بإغلاق نحو 800 حي. ولاية شانلي أورفا تصدرت الولايات بعدد الأحياء المغلقة الذي بلغ 169 حياً، وجاءت ولاية هاتاي ثانياً وبعدها ولاية كيلس. ويدرج مدير تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل هذا الإجراء في إطار التضييق على اللاجئين السوريين لدفعهم إلى العودة الطوعية إلى سوريا. وكانت مصادر مطلعة قد عزت زيادة التضييق إلى تسلم حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم لملف الهجرة. ونشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل توقعات بإعلان الاتحاد العام للشغل موقفه من مشروع الدستور الجديد اليوم. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. قد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة تموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات رؤوس من مهجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. من جديد مشاهدينا، كشف مسؤول كردي بارز عن لقاءات بين الإدارة الذاتية الشرقي الفرات وممثلين عن النظام السوري بوساطة روسية للتوصل إلى تفاهمات حول حماية الحدود السورية التركية. وتعد هذه المرة الأولى من نوعها بعد تصاعد وتيرة التهديدات التركية. وأكد بدران جيا كرد نائب رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية
أن هذه الإدارة التي يهيمن عليها الأكراد بحثت مؤخرا مع النظام حماية الحدود السورية التركية شمالي البلاد، مضيفا أنه يوجد تفاهم بين الإدارة والنظام على حماية الحدود منذ عام 2019، والآن يتم النقاش بواسطة روسية لتوسيع ذلك التفاهم بما يخدم مصلحة المنطقة والاستقرار فيها، مضيفا أنه لابد أن تكون هناك مواقف واضحة من النظام السوري إزاء هذه التهديدات، لا سيما في موضوع السيادة وضرورة التصدي لأي توغل تركي كونه يستهدف عموم سوريا ويشكل خطرا على وحدتها. تسعى الإدارة الذاتية المدعومة من واشنطن من لقاءاتها مع النظام السوري إلى التوصل لاتفاق يفضي إلى تسلم قوات النظام مهمة حماية الحدود مع تركيا، وخسرت قسد العديد من مناطق سيطرتها مثل عفرين بحلب وتل أبيض في الرقة ورأس العين بالحسكة خلال السنوات الماضية، في حين يريد النظام نشر المزيد من قواته شرقي الفرات بعد سنوات من خروجه من هذه المناطق الغنية بالنفط والطاقة. كما تعد سلة سوريا الغذائية لوفرة الأراضي الزراعية وإنتاج محصولي القمح والشعير. في غضون ذلك عززت قوات النظام مواقعها العسكرية شمال سوريا، حيث وصلت 4 حافلات حديثة كانت تقل عناصر لبلدة عين عيسى شمالي الرقة، وانتشرت في مواقعها العسكرية على طول خطوط التماس الفاصلة بين قسد والفصائل السورية الموالية لتركيا. كما أفيد بأن قوات النظام دفعت بالمزيد من أسلحتها الثقيلة وراجمات صواريخ وجنود إلى مطار منق العسكري قرب بلدة الرفعة الاستراتيجية بريف حلب الشمالي، والتي تعتبر العملية العسكرية التركية المحتملة. أفاد إعلام النظام السوري بوقوع هجوم صاروخي إسرائيلي أدى إلى إصابة 2 من المدنيين، مضيفا أن الهجوم استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس. من جهته كشف المرصد السوري أن المداجن المستهدفة كانت تستخدمها ميليشيات حزب الله لأغراض عسكرية ومدنية. ألفت في القصف الإسرائيلي اليوم أنها الغارة الأولى في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد يائير لابيد. حذر وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين من تزايد التهديدات الإرهابية التي تهدد استقرار البلاد، وأضاف شرف الدين خلال ندوة جمعته بولاة المقاطعات التونسية أن التهديدات تتزامن بالخصوص مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في 25 من يوليو الجاري، إلى جانب انطلاق موسم الحصاد والموسم السياحي والمهرجانات الصيفية. وفي تونس أيضا ينتظر أن يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن موقفه من مشروع الدستور الجديد، فيما دعت المنظمة النقابية هيئتها الإدارية إلى الانعقاد صباح اليوم بمدينة الحمامات لتحديد الموقف الرسمي من مشروع الدستور الجديد. وكان اتحاد الشغل قد أقر التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء التي تنطلق منتصف ليل 3 من يوليو الحالي على أن تتواصل إلى غاية 23 منه. هو كان مراكمة من 2011 و12 و13
كل السنوات وكانت عنده الجرأة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. هذه تحياتي والزميل محمود الورواري على رأس الساعة.